سعدت هذا اليوم بلقاء نظيري وزير الداخلية الفرنسي سيد جيرارد دارمانا، وكان لقاء مثمرا. تباحثنا فيه سبل التعاون بين بلدينا وخاصة في المجال الأمني. تعلمون أن بلدينا يواجه كل منه مخاطر وتهديدات، سواء على المستوى المحلي الإقليمي، وتعلمون مخاطر جنوب الصحراء، مخاطر هناك تهديدات تحلق بالمتوسط، لعل أهمها آفة الإرهاب، هو خطر يتهدد عديد الدول. نشترك معا في الحرص على مكافحة الإرهاب، هذه الآفة الخطيرة التي لا دين لها، لا لون لها، لا جنسية لها، لا وطن لها. أكدت له أن الديانات السماوية جميعها لا علاقة لها إطلاقا بالإرهاب. الإرهابيون هم مجرمون لا يعترفون بالحياة أصلا، هم ضد الحياة، ضد الإنسانية، حال أن الديانات السماوية جميعها هي ديانات سمحة، لا سيما الدين الإسلامي الذي يبقى دينا سمحا يدعو إلى الاعتدال والتسامح والتواجد السلمي بين مختلف الأجناس والشعوب. تحدثنا على خطورة الإرهاب كظاهرة لا يمكن مجابهتها بشكل انفرادي، هو تحدي يواجه العالم بأسره. ربما التعاون الثنائي أمر مفيد، ولكن لا بد أن يعززه أيضا. تعاون أكثر من ثنائي لا بد أن يكون تعاون دولي، ربما على مستوى جهود تكون الجهود دولية، لابد أن تتضافر حتى ننجح فعلا في اجتثاث جذور الإرهاب. تحدثنا أيضا على مسألة تنظيم الهجرة وإعادة القبول. نحتكم في ذلك لاتفاق إطاري مؤرخ في سنة 2008 ينظم هذه المسألة. تحدثنا على أن التونسيون، كل من ثبت أنه تونسي يبقى مرحب به في بلده، بل المسألة تخضع حتى إلى نص قانوني يحتل أعلى هرم النصوص القانونية. الدستور، الفصل 25 من الدستور التونسي واضح في هذا المجال، يمنح الحق ويمنع أصلاً منع أي تونسي من العودة إلى بلده. إذن نحن في إطار الدستور وفي إطار القوانين وفي إطار الموثيقة الدولية وفي إطار اتفاقية الرابطة بيننا وبين فرنسا، مستعدون دائما لقبول كل تونسي، ولكن لابد أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط المسطرة مسبقا، من أهمها صون كرامة التونسي، ومن أهمها أيضا تمكين التونسي المرحل من ممارسة وحفظ كامل حقوقه، لعل أهمها استنفاذ جميع طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله. تحدثنا أيضا على مسألة التونسيون المتواجدون هناك، وأؤكد له بهذه المناسبة وأننا لنا من التونسيون عدد كبير في فرنسا ساهم ولا يزال في نفع الفرنسيين ونفع فرنسا في مستويات عدة، في الكليات، في المستشفيات، في المخابر العلمية. إذن لابد أن تكون المقاربة شاملة، سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى الظاهر ككل. إعادة قبول التونسيون ومكافحة الهجرة غير النظامية تستدعي مقاربة شاملة. لا يكفي اللجوء إلى الحل الأمني، ربما الحل الأمني يكون حلا من الحلول، ولكنه قطعا ليس الحل الوحيد، بل ليس هو الحل الأمثل إطلاقا. لابد من البحث عن مقاربة شاملة تقوم أساسا في اعتقادي على البحث عن حلول تنموية، بحث عن حلول ثقافية اقتصادية. حينئذ سنقطع مع الأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة غير النظامية، وحينئذ سيكون هناك توصل إلى حلول تامة للمسألة. شكرا سيد وزير مرة أخرى، أجدد ترحابي بكم، أجدد تعازي الشعب التونسي للشعب الفرنسي ولفرنسا،
على إثر الحادثتين الإرهابيتين، نشترك معكم في هذا المصاب، ونذكر فرنسا والشعب الفرنسي بأن تونس أيضا دفعت ثمنا لمقاومة الإرهاب ولا تزال تدفع ذلك، لعل آخرها وقعة أكودا، وهو ثمن ننتظره، لأن الشعب التونسي اختار طريق الحرية والانفاق والديمقراطية، وهو خيار لن نحيد عنه. لذلك سنواصل معا ومع كل الأصدقاء والجيران والدول في كل أنحاء العالم في مواجهة الإرهاب واجتثاثه، لأنه كما قلت هو ضد الإنسانية وضد الحياة أصلاً.